الفرنسية، فهمتي؟ عندك اسم حراكي. حتى أنا عندي حكيم أنوار. البسبوسة في مسلسل السي القديم. جلال قاري هو ممثل، الشخصية ديالي الأخرى ديال البسبوسة في مسلسل السي القديم هي شخصية كما شافوا الناس بعيدة كل البعد عليا، شخصية مركبة دارت فيها مجهود كبير، والحب اللي كتشوف ديال هاد الناس اليوم هنا اثر فيا بزاف وكنقول لهم شكرا بزاف، ومادام ان الناس كتحبك عارف الا وراه وصلت اليوم للقلب، لان تشخيصي كان من القلب دونك وصل الناس للقلب. فانت الضوء ديال البسبوسه ولا لا هذه ما عرفتهاش، ولكن الشارع المغربي غادي يقول لكم هادشي، والنقاد المختصين غادي يقولوا هادشي. انا اللي عليا باش ما نكذبش باش نكون صريح، خدمت بصدق وتعذبت فيه بزاف، بدلت اللوك ديالي، بدلت حوايجي، بدلت لاطاي ديالي، بدلت بزاف ديال الحوايج، بدلت اللونكاج ديالي، بدلت الجارغون ديالي، وهذا هذه خدمتي وانا فخور انني كنديرها وكتعذب فيها، مي خدمت من القلب راه وصلت للقلب. ايهاب امير مغني جميل ومطرب جميل، وفي ستار اكاديمي كانوا كيديروا مسرح على ما قال لي في تما كيدربوا على المسرح، وتبارك الله مني جاب مع هذيك الحموله ديالو من ستار اك ووظفها في السر القديم، كما كنقول داز على راس مرحبا، هو داز عليه المسرح في ستار اكاديمي، واليوم جا السر القديم ووظف فيه داكشي اللي تعلمو، وراه الحمد لله كان جوست وانا فخور به والله يسهل عليه، وباش يعرفوا الناس راه ماشي هذه هي اخر تجربه ديالو، ان شاء الله مازال غادي يمثل معنا. الناس اللي كيبغيو المنتوج المغربي، ماشي كيبغيو جلال قاري، واللي كيبغيو المنتوج المغربي كنقول لهم شكرا بزاف، لانكم بلا بينكم نتوما ما نقدروش نكونوا هنا، وميرسي حيت كتبعونا، والاودينس كانت عاريه في السي قديم، لانني تفاجات بعدد المشاهدات والنسبه ديال المغاربه اللي تفرجوا في السي قديم، دونك شكرا لكم، وانا كنبغيكم بزاف، واللي كيشجعوني كنقول لهم تاهما شكرا، وبقاو تشجعوني والقادم احلى باذن الله. انا هذا الفيلم ما تصورش في الوقت ديال كورونا، تصور من قبل منه، والتاخر ديالو يمكن باش يخرج للقاعات السينمائيه، انه كان تياخذ وقته باش يدوز في واحد المجموعه ديال المهرجانات الدوليه اللي حاز على مجموعه ديال الجوائز في مهرجانات كبرى، وكما كان معروف بان القاعات كانت مسدوده، خرج في القاعات السينمائيه الفرنسيه تحت عنوان بيرني كازابلانكا، ودابا جا الوقت ديالو بان غيخرج للقاعات السينمائيه المغربيه ابتداء من لو 1 ديسمبر الجاي. المنتوج حنا درنا اللي علينا، صورناه وكمل، دابا هو منتوج ديال الجمهور، وتنقول للجمهور اجيو تفرجوا في الفيلم وانتم اللي غتحكموا على الفيلم. كيفاش شخصيتك الدور؟ شخصته بحب. شخصت الدور ديالي بحب بأموخ، لانني اي دور تنخدمه وتنبغيه، كل ما بغيتش الدور ما كنتش غنصف، دونك سيتي افيك امور اي افيك بوكو دامور. شي كلمه اخيره تبيع شي شركه كبيره؟ لا، حنا فرحانين بان بعدا يتفتحوا القاعات السينمائيه، اون بوزوان ديال الجمهور، بانه اون بوزوان باش نحيو الثقافه في المغرب، لا اترافير القاعات السينمائيه، لا اترافير المسارح، لا اترافير المركبات الثقافيه، خاصنا ترجع حياه ونكثروا من الحياه الثقافيه، لاننا لنا بوزوان دو سا. كيفاش الفيلم يعني علاش كيتكلم؟ غتخرج فاش غتدخل تفرج فيه انت اللي غتحكم عليه علاش يتكلم وغتشوف القصه ديالو. انا بور لانستون تنقول بانني جد فخور بانني نتقاسم هذه المغامره سيت افونتور مع واحد المجموعه ديال الممثلين اللي رائعين بحال خنسه باطمه، احمد حمود، عبد الرحمن اوبيهم، مراد الزاوي، فاطمه عاطف، رفيق ابو بكر، تحت قياده اسماعيل العراقي، دونك حتينا تنتسنى رده الفعل ديال الجمهور. شكرا. اول حاجه الفو ايمي لو سينما اون جينيرال، لا هذا الفيلم لا افلام اخرى، خاصنا نجيو نتفرجوا في الافلام ماشي غير هذا الفيلم، مزيان هذا الفيلم انا فيه وي، ولكن خاصنا تكون عندنا ثقافه سينمائيه، نطوروا نعرفوا شنو اللي تيجرى في العالم وشنو اللي تيجرى في المغرب اترافير لو سينما.
أسامة بن جلون مقدم برامج تلفزيونية على ميدي ان تي في. احنا حاضرين اليوم في لافون بروميير ديال فيلم زنقة كونتاكت باش نشجعوا المنتوج المحلي ونشجعوا شي حاجة اللي اوريجينال واللي ما كنشوفوهاش دابيتود. كنظن ان ليستوار غتكون مختلفة على اي حاجة تفرجنا فيها من قبل. وانا معجب بالاداء ديال خنسة باطمة، مراد الزاوية، رفيق بوكر، واي واحد احمد حمود، واي واحد مشارك في هذا العمل. كنظن ان الصحافه خصها تسلط الضوء اكثر على هذا النوع من الفنانين، ماشي دائما نمشيو عند المنتجين اللي كنعرفو، نمشيو عند المخرجين اللي كنعرفو اللي مشهورين عندهم 10 سنين ولا 20 عام ديال الاكسبيريونس. خصنا نبحثو ونحفرو ونمشيو في شي قصص ولا اسرار ما كنعرفوهاش مزيان، ولا بروفايلات ديال ناس مخرجين ممكن ما كنعرفوهاش مزيان. دونك